هنبتدي بالفيرست سبيكر دكتوره رنا الهلالي. شي از جوينج تو توك اباوت ريهابيليتيشن اوف دايابيتيك فود. دكتوره رنا بليز. انا هنزل تحت بقى يا جماعه. لا 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 صباح الخير. انا اسفه على اللخبطه دي، بس في ديلي في السيشن اللي قبليها. هنبتدي على طول وهبقى سريعه ان شاء الله. management of diabetic foot, the role of rehabilitation of diabetic foot هي كبيره قوي، بس انا حاولت اختصرها ربع ساعه، فربنا يسهل. احنا هنتكلم سريعا ان على diabetic foot sequelae, assessment needed for the diabetic foot and rehabilitation program and tools we use. Basically, a diabetic foot is a biomechanically altered insensate dysvascular foot, which has high risk of ulceration and infection. اللي بيحصل في الدايابيتك فوت ده اللي محتاجين نفهمه، على اساسه هنعمل المانجمنت بتاعنا والريهابليتيشن بروجرام بتاعتنا. طبعا في زي ما احنا عارفين كلنا في سنسور نيوروباثي، كل انواع النيوروباثي، سنسوري موتور ولا اوتونوميك، وفي ديمينيش جوينت موبيليتي، بريفر ارتيريال ديزيز، اللي كل ده بيخلينا نوصل ان احنا عندنا ديمينيش بروتكتيف سنسيشن، atrophy with deformities و increased foot pressure, bony prominences، وبيحصل بسبب الاوتونوميك sweating و dryness في السكن، فده ممكن يؤدي الفيشرز. وبعدين بما ان في vascular problem كمان في ischemia، ففي delayed healing، ومنها بيحصل callosities، منها بيحصل pre ulcer formation، بعدين ulcer infection وال inevitable اللي هي ممكن توصل ل amputation. لما بنتكلم وبنركز دايما بنركز على الميكانكس اوف ذا دايابيتيك فوت، وده اللي انا بحاول اصلحه في الريهابليتيشن از ماتش از بوسيبل از ا بروفيلاكتيك، حاجه ان احنا تو بريفنت ذا انيفيتابل از ماتش از بوسيبل. فاحنا بنتكلم على ان احنا في نيوروباثيك ابنورماليتيز اللي منها ممكن توصل للاتروفي ونيكنس اوف فوت انترنسيك ماسلز، ديفورميتيز اوف ذا توز، فبيحصل structural deformity، وبما ان في glycosylation في التشو كمان بيحصل limited joint mobility، فبالتالي بيحصل abnormal walking patterns، فبالتالي بتأثر على الجيت، وبيحصل increased pressure areas. ايه قصدي بالpressure area؟ الفورس على الunit area موجودة، فالفورس بيزيد على حتت معينة خصوصا في المتاتارسال هيدز والتوز. وطبعا بسبب reduced or absent sweat secretion بسبب autonomic neuropathy و peripheral disease الموجود بيحصل dry skin and cracks and fissures. فالdeformities اللي احنا عارفينها ومعتاد عليها زي الهامر توز والبانيونز وprominent metatarsal health، ساعات بيحصل pascavus بسبب الديفورميتي والبايوميكانكس اللي حصلت before، بسبب الweakness في المسلز والneuropathy اللي موجودة، وممكن بعد كده نوصل لcharcot arthropathy، وممكن نوصل للامبيوتيشن. فحتى الامبيوتيشن لما بتحصل بتعمل لي structural deformities معينه، النيوروباثي بيعمل لي equinus او drop foot. برضو الامبيوتيشن حتى لو I lost a limb بيحصل لي structural alterations، برضو بيحصل reduced contact area، فدي بتعمل لي increased pressure في areas ثانيه و increased plantar pressure زي ما قلت، والaltered function الfoot function كلها والaltered gait. Any deformity can lead to high plantar pressures and subsequent ulceration neuropathic foot. فده اللي احنا we want to at least prevent. الulcerations اللي بتحصل بسبب الcallosities اللي بتحصل اللي انا previously قلتها سريعا، وساعتها بسبب الpressures الموجودة ممكن مع الcallosity يحصل الhemorrhage subcutaneous والbreakdown of skin بسبب الvascular defects والneuropathy، وفي الاخر توصل لulcer، ممكن foot infection and osteomyelitis. عندنا joint mobility زي ما انا اتكلمت في بسبب ال non-enzymatic glycosylation of the collagens، فساعتها movement decreased في الانكل وال first metatarsal الhallux motion بتقل، ساعتها في defect في الجيت بيحصل، prominence في المتاتارسلز كمان، كل الكلام ده والrange of motion في subtalar joints بتقلل shock absorption وال vertical shear forces و increases in plantar pressure. كل ده without neuropathy تمام، ما بيحصلش ulceration. once ان انا حصل النيوروباثيك problem بيحصل ulcerations. في gait disturbances، smaller stride length، slower، spend less time on single support، alterations in timing and distribution of pressure. so what do we do؟
We prevent the inevitable by trying to improve vascularity, improve muscle function, decrease plantar pressures, decrease contact time, improve gait pattern and gait pattern according to knees, footwear modification. We need to do the vascular assessment بتاعنا, dorsalis pedis, posterior tibial, popliteal. بنشوف transcutaneous oxygen and ankle brachial index with toe brachial index كمان. بنعمل neurological assessment whether it's superficial sensation, deep sensation, vibration sensation والبس الأهم من كل ده بنعمل Sims-Weinstein monofilament إن احنا نشوف protective sensation بالSims-Weinstein monofilament عشان without the protective sensation اللي بيحصل فيها defect هي دي اللي بتخليني يحصل pressure في حتة the patient does not feel the pain وساعتها الألسر بتبتدي. طبعا احنا بنعمل نيرف كوندكشن في EMG لما فعلا بالكلينيكال اكزامينشن نلاقي prominent neuropathic element فبنعمل نيرف كوندكشن بنشوف common perineal والtibial EMG if necessary بس في من الحاجات المهمة sympathetic skin response اللي هي autonomic sympathetic skin response عشان نشوف اخبار الautonomic affection قد ايه والdegree قد ايه. Dermatologic ليه مهم ان انا بشوفه عشان اشوف الكراكس والكالوزيتيز وكل ده ومن الدرماتولوجيك اقدر اشوف البروميننسز فين والبريشر ارياز فين فمنها اقدر اعمل تريتمنت اكوردنجلي. اهم حاجه في الموضوع البايوميكانيكال اسسمنت اللي هي بنشوف كل حاجه عشان نحاول تو بريفنت اند مانج اكوردنجلي في البلين اكس راي طبعا احنا بنشوف كل الديفورميتيز فيها البلانتر بريشر المهم بنستعمل فات اف سكان او مات سكان وفي حاجة اسمها سمارت سوكس دلوقتي ان هو العيان نفسه بيقدر يشوف البريشر اليمنتس بتاعته وبنشوف الجيت اناليسز الجيت ديفيشن او الفاريشن اللي حصلت والابنورماليتيز اللي حصلت ومنها نقدر نعمل ريهابليتيشن بروجرام للبيشنت بعد كده ونقدر نصلح له جيت عشان نقلل البريشر as much as possible. We measure it وهو واقف static وهو ماشي dynamic وهو walking ماشي because the walking the pressure على الفوت اقل من الرننج ولازم نشوف الرننج اللي هي بتحط بريشرز كتير قوي عليها. We measure it barefoot وحتى بالشو بتاعته عشان نعرف هنشوف اي تغيير في الثيرابيوتيك في الشوز اللي انا عاملاها والدايبتيك فوت موديفيكيشنز. ليه بستعمل الفوت سكان؟ الفوت سكان هنا انا بشوف البريشر ارياز اللي في الحته دي كل ما الدنيا بتبقى حمراء زي ما انتم شايفين بيديلي جريدز بالكيلوغرامز بير سنتيمتر سكويرز او كي بي اي بمعنى صح كل ما بيعلى كل ما بيحرق يعرف ان في لوكالايز بريشر وفي هاي لودد ارياز. برضو انا مش هقول ان الهاي لودنج ارياز كفايه انا كميه الوقت اللي بقعده على البيشنت في الهاي بريشر ارياز دي هي دي اللي بتفرق معانا. If he doesn't spend so much time on an area that has high pressure load مش مشكله بس if he spends so much time and it's slow then an ulceration can happen. بن برضو بالفوت سكان ممكن نشوف balance of the patient. And then we go to the rehabilitation program which is tailored according to its needs. بنشوف البريشر بتاعه بنشوف الويكنس بتاعه المسلز بنشوف احنا محتاجين ايه فبالتالي احنا بنشتغل على اساسه. اهم حاجه في العيان ان انا اعلمه حاجه اسمها فوت كير تيبس. فوت كير تيبس ان انا بشوف الجلد واخباره ايه كالوزيتيز الموجوده كراكس فيشرينج بنعلمه يعملها كل الكلام ده ويشوف بين التوز لو في فانجل انفكشن اور نوت and I teach him how to care his feet his nails او انتون جرو نيلز اي حاجه بارنيكيز ولا حاجه لقاها لازم يقول لنا عليها. التريننج بروجرام طبعا اكوردنجلي انا محتاجه تريننج بروجرام لي عشان احسن الفاسكولاريتي احسن المسل باور كل ده اقلل الدلامه بتاعت النيوروباثي as much as possible and with the training program using aerobic anaerobic exercise has proved to improve your neuropathy and improve the vascular element. طبعا لو في claudication pain لازم نعمل له تيستنج للكلام ده كله. بنعمل muscle strengthening exercises especially the foot muscles the small muscles of the foot with toe curling or picking up objects with the toes heel walking toe walking كل ده مهم و flexibility exercises عشان ال contractions اللي موجوده ففي برضه بنعمل ال neuromuscular balance exercises عشان نحسن ال gait ونحسن ال neuropathy as much as possible. الجيت تريننج بتاعنا testing has shown that shuffling gait increased hip flexion step 2 gait decreases pressure على الفوت وساعات بنعلمه يستعمل كين اور ووكر عشان تو ترانسفير ذا لود على الكين اور ووكر لو هو الدنيا از ديفلوب بالنسبه له على الفيت. Changing velocity slowing down the gait برضه decreases pressure as much as possible. بالفوت سكان اللي احنا استعملناها we can teach him how to walk ونقول له ازاي بطريقه من ما ان هو يقلل البريشر على الفيت as much as possible to prevent the inevitable.
أهم حاجة في therapeutic footwear لازم prescribe proper therapeutic wear بالنسبة له to protect his feet and to reduce the plantar pressure, accommodate and stabilize and support deformities. The secret is the offloading. قصدي إيه بال offloading is actually minimizing pressures on certain areas of the foot and redistributing elsewhere. حاطين pressure على small area is higher impact than pressure on a larger area. فالفكرة ان انا I try to spread this pressure on a larger area. انا ما اقدرش امحيها تماما. بس نعمل total contact للpressure ده للفويت ده فit spreads it on a larger area فالimpact على الحتة دي بيقل. الحاجات دي ممكن اشرحها بتفاصيل اكتر من كده فI have time بس I don't. فهي في normal distribution عندنا في الستاندنج الهيل بتاخد حوالي 60% of the weight, الميد فوت around 8% and the forefoot around 28%. The toes are minimally involved. بس الهالوكس بتاعنا is subjected to twice as much load as the rest of the metatarsals كمان. بس during walking بقى الدنيا بتختلف. Highest pressures are under all the metatarsals, especially the hallucs, especially during push-off. فهو بيشيل رجله من على الأرض. فالدنيا بتختلف قوي ان انا محتاجة اشوف الدنيا standing و walking because things differ. الايم ان انا decrease pressures. زي ما انتوا شايفين pressure before treatment في الحتة الحمراء is 3.0 kilograms per centimeter squared. بس لما عملت spreading للدنيا دي وحطيت insole وعملت treatment البريشر وصلت ل 2.2 ف that's the aim. الايم ان انا not to prevent ulcer formation and if there is an ulcer to promote healing as much as possible. الwalking aids زي ما قلنا الكينز والكراتشز والويلتشيرز والwalking speed دولت محتاجين جدا ان احنا نعلمها للبيشنت. لو انا عندي deformities وhigh plantar pressures انا محتاجة prescribe rocker bottom shoes as much as possible, اعمل custom made insoles واعمل tell him to wear special socks. Why a rocker bottom shoe? Because it spends less time on the forefoot. It gives you the pivot اللي انت محتاجه فالrocker ده بيخليه does not spend so much time على ده فagain contact time بيفرق. And it diminishes the pressure على the first metatarsus joint. فit's proved that it decreases plantar pressure around 30%. فالrocker bottom shoes are very important. لو لاحظنا ان actually new design of all shoes are usually rocker bottom شوية to a certain degree خصوصا الathletic shoes. والدبث بتاعي بيفرق برضو. ليه؟ عشان انا محتاجة اعمل reinforcement بانسولز وcustom made insoles عشان اقدر ادخلها جوه الشو ما تبقاش ضيقة. واز ماتش از بوسيبل يبقى في high toe box من فوق او high width من فوق عشان لو في deformities like clawing of toes. الcustom made insoles are important accordingly بالplantar pressure بعرف في areas of high pressure ودي بانفورست بحاجات معينة for pressure relieving زي plastizot, eva وpora. والميديال arch والarches اللي بعملها total contact فit spreads it on a more surface area فبالتالي انا بعمل spreading للpressure على الفرشة كلها او على الرجل كلها. دي بنعملها two ways either بالميلينج ماشين اللي هي الاف سكان already connected to a machine فبتطبع لي الانسول او بكاستنج manually proving برضو ان المانيوال كاستنج of a foot is much more technical and more precise than the milling machine. لو انا طلع ان عندي ulcer management محتاجة اعمل total contact cast او removal زي الكام ووكر او الكرو ووكر ووات شوز ووكينج ايز وانسولز. ساعات بنستعمل electric stimulation و shock wave و hyperbaric oxygen عشان و photo light therapy و vacuum assistant عشان ال ulcer treatment. لو انا هستعمل لو في shark joint عندي two stages. لو acute هنستعمل cam walker و core walker و air walker او total contacts. ولو chronic بنبتدي نعمل بقى custom made insoles و custom made shoes عشان على قد ما نقدر نقلل ال pressure اللي عند ال bony prominences. طبعا الامبيوتيشن لازم احط انسرتس او اعمل لهم بروستاتيك معينه شبه البروستاتيك او ارثوتيك معينه تشيل الريزيديوال مكان الريزيديوال الليم اللي حصل فيها مشكله واعمل بادنج as much as possible to avoid further ulceration. Thank you. Thanks a lot Professor Hilali and مشكورك على restricted to your time. Now we'll shift to the next speaker, the Professor Dr. Ahmed Shaaban. He's a professor of clinical pharmacology, and he is going to talk about
pharmacogenic implication in anti-diabetic therapy. شكرا دكتورة. Pharmacogenomic implications in anti-diabetic therapy. Well, this includes pharmacogenetics and pharmacogenomics. Of course, pharmacogenomics are more advanced because they include multiple genes rather than one gene. And most of the diabetic complications and as a part of metabolic syndrome, collections of genes is far more important than effect on single gene. Now, this is very important regarding precision or personalized medicine, because inter-individualized variability in response to anti-diabetic agents is the primary effect in achieving what we call personalized diabetology. And this is achieved by genetic molecular biomarkers, which is more beneficial in diagnosis as well as in therapy. And this is done through pharmacogenetic testing, including hundreds, thousands of genomes, which provide the patient medical record of each case, specifically here in diabetes of various types. And this will be applied to diagnose early diabetic cases and specify appropriate treatment according to each patient and so on, and choosing the most proper drug with highest efficacy in this particular patient with maximizing therapeutic efficacy and minimizing adverse effects. Of course, this is more applied clinically in developed rather than developing countries. Now, the mechanism of these effects is that they expose the mechanism of response, both pharmacodynamically and pharmacokinetically. Pharmacokinetics, very important, is phase one metabolism. Phase one metabolism, mainly by cytochrome B450, four types mainly, and these are responsible for destruction of many of lipophilic anti-diabetic drugs. And these people are divided into two groups according to the variants of the genes. Some have inactivating enzyme, so there is no metabolism of these drugs, thereby increasing their effect. Others are rapid metabolizer or ultra rapid metabolizing. So you have more metabolism, reducing the efficacy of these anti-diabetic drugs. This is pharmacokinetics. The green line will be pharmacodynamics. That genetic polymorphism for some genetic alleles can lead to alteration of drug targets, whether these are receptors, enzymes, ion channels, or transporters responsible for various effects. Now, what are the pharmacogenetic tools to identify these genetic variants? The most important is what you call GWAS, genome-wide association studies. This record complete genome screening of, as mentioned, hundreds of thousands of single nucleotide polymorphisms. This is very important abbreviation SNPS because it delineates the record of the patient medical gene pattern. And it includes the genome sequence for reference as a standard,
followed by a map of human genetic variation. Each variation corresponds to a certain action, adverse effect, pharmacokinetic criteria, and so on, and link it to a computer database with advanced interpretation services to analyze these data. And these DNA samples are collected either by blood sample or cotton swab orally. And after this, polymorphism, which is very important now, can be detected by recent devices, what you call microfluidic devices, with very rapid fragmentation to attain biologically active molecule of interest, which is very important, not only for diagnosis and advanced precautions, drug discovery, drug delivery, and tissue engineering and bio-nano sensors. Now, applying this in diabetes, as I mentioned, to delineate response and early detection, lifestyle, and so on, because as you know, at diagnosis of type 2 diabetes, 50% of beta cells are destroyed. So we should diagnose early by various predictors of diabetes, as I mentioned next slide, because this will eliminate exhaustion of pancreas early and many of the complications occur before development of diabetes, as we know. So we have very important genetic and diabetic risks. Type 1, we have two types of gene. Now, HLA, human leukocytic antigen genes, HLA D3 and D4, and these are correlated with high immune reaction against beta cells of pancreas with destruction and occurrence of autoimmune destruction of beta cells, as well as non-HLA genes helping to accelerate this autoimmune reaction. In contrast, in type 2, we have combination of genetic and environmental factor. Genetic factors either include beta functions, as I mentioned, because at time of diagnosis, about 50% of beta cells are lost, and these genes are, these mentioned genes are responsible for this occurrence of diabetic beta function cell failure. And the other is insulin resistance. And this insulin resistance either corresponds to receptor failure of these genes, or post-receptor defect, according to genes, of course. These post-receptor effects include insulin receptor substrate 1, 2, up to 6, as we know. So this will be in diagnosis. And this is a collection of various factors contributing to, in the start, in type 2 diabetes mellitus genes. We have factors of beta cell function, insulin resistance, insulin secretion, BMI, obesity, fasting. So all these genes will pathologically collect to cause these various types of type 2 diabetes. Now, the predictive biomarkers of diabetes, as I mentioned first, number 5, which are described genetic biomarkers with type 1 or 2 to modify possible immunomodulatory therapy and so on according to what I get from genetic mapping. And this will be corresponding or associated or linked to other predictive biomarkers in diabetes, like glycemic biomarkers, acutely the fasting and postprandial glucose, chronically hemoglobin A1C, or biomarkers or beta cell function as C-peptide, because as you know, gradually by age in type 2, there is loss of type of these beta cells and so on. We have inflammatory biomarkers, C-reactive protein and interleukins, and these are very important regarding complication, cardiovascular complications of diabetes and so on. Also leptin and adiponectin, as we know leptin is harmful and adiponectin is beneficial regarding insulin resistance. Now, metabolic syndrome
because you want to treat not all diabetes but other associated metabolic syndrome component like hypertension and fatty liver disease, malignancy even, lastly, fatty liver disease, hyperlipidemia. All these, obesity, all these are metabolic syndrome, have 24 very important pharmacogenes, and so they can be treated collectively instead of one drug for each, for example, anti-lipidemic, anti-obesity, anti-diabetic, and so on. Especially because nowadays we have young age occurrence of these diseases and long time to be treated. For example, statins are not only anti-lipidemic, but they improve endothelial function, stabilize plaques or atherosclerosis, and have very important anti-inflammatory actions, and so they prevent cardiovascular and cerebral complications. So we have multiple functions. And also, responses and adverse effects of antidiabetic are associated with genetic polymorphism. Not only this, but potentially useful drug, new drugs in antidiabetic regimens are dependent on gene development. Oral antidiabetic, for example, metformin and so on, is dependent on transporter mechanism. We have many transporter systems with metformin responsible for various activity and various metabolic elimination. And according to the gene variants, these metabolic pattern and transporter can affect metformin pharmacodynamics and pharmacokinetics. Also sulfonylurea, dependent on potassium channel, with sulfonyl 1 and other potassium channel and calcium influx and so on. This is pharmacodynamics. So according to these encoded genes and the receptors will determine efficacy of sulfonylurea. In contrast, metabolic pathway will depend on variants of cytochrome P450 and so on. Glenoids have similar effect, but of course they have very short duration due to short metabolism and binding and so on. Thiazurdinediones act on nuclear pyroxosine proliferator activated receptor gamma, have various effects on glucose, on lipid, on anti-inflammatory action, so they are affected by hepatic transporter. These transporter will affect action and metabolism of thiazurdinediones like pioglitazone and so on. The same applied to GLP-1 receptor agonists and DPP-4 inhibitor and SGLT inhibitors, but of different transporter system of different pharmacodynamics, pharmacokinetics, as I mentioned here. Some enzymes, some receptors, and so on. All are gene-dependent. Potential antidiabetic drugs will include glucokinase activators. Also, these are gene-dependent because this new potential antidiabetic first glucose kinase activator have some problem regarding hypoglycemic effect, whether more or less some members and so on, some a change body weight, and all these are dependent on genetic components. The second group potentially antidiabetic is 11 beta hydroxysteroid dehydrogenase 1 inhibitor. This enzyme metabolizes the inactive high cortisone into the active cortisol. And cortisol, as you know, the active, mimic many of the manifestations of metabolic syndrome, hypertension, diabetes, dyslipidemia, inflammatory cortisol. And so, by inhibition of this enzyme, now hydrocortisone will be less, and so this manifestation of metabolic syndrome will be diminished. And this is at of course, affected by many gene variants mentioned here. The third potentially antidiabetic group includes G-protein coupled receptor 119 agonists.
And this is fruitful in future in because this group, promising group in clinical trials, will not only decrease blood glucose, but also have good lipid profile, decrease in total cholesterol, LDL, triglycerides, and so on. Another group with promising is glucagon receptor antagonist, because receptor antagonist will be antagonized glucagon and so on. Now, more recently is multi-target approaches, combining two ligands to achieve multiple function, bifunction, so helping more in treatment of multi-components of metabolic syndrome, hypertension, diabetes, and so on. And these are examples of these reactions which achieve bifunctional correction. Thank you. Thank you, Professor Dr. Ahmed Shahban. Next talk will be by Dr. Shirahan Abulyazid, updates on diabetes management. Good morning, dear chairman persons and dear professors, doctors. For sake of time, I will talk about updates in diabetes management. My agenda, pharmacologic approach to glycemic control, cardiovascular disease and risk management diabetes, chronic kidney disease and risk management in diabetes. Diabetes management is like a house that has a base, which is lifestyle modification and diabetes education, and four columns, my columns, glycemic management, blood pressure management, lipid management, agents with cardiovascular and renal benefit, to reach the target اللي هو ال top of house اللي هو reduction in diabetes complication. A pharmacologic approach to glycemic treatment, a recommendation in choosing tailoring medication of anti-diabetic medication for each person. First of all, healthy lifestyle behavior with diabetes self-management. Pharmacologic therapy should be guided by person-centered treatment factors, including comorbidities and treatment goals. Patients with established or high risk of atherosclerotic cardiovascular disease, heart failure, or chronic kidney disease should use agents with benefit on cardiorenal risk. In patients overweight or obese, agents with weight management goals is better. Well, any combination is better than in some individuals at treatment initiation to extend the time to treatment failure. And I have 8 different classes of anti-diabetic medication, 5 of them oral, 3 of them injectables. In comparison between them as regard the efficacy and risk of hypoglycemia, weight management, the cardiovascular effect or renal effect. And then as regard the efficacy on glycemic control in metformin or HGLP receptor agonists or GIP with glitazones with sulfonylurea with insulin has high efficacy. A risk of hypoglycemia with sulfonylurea and insulin. Effect on weight loss, GLP with GIP. Weight gain, glitazones with sulfonylurea with insulin. Cardiovascular effect على major adverse cardiovascular effect SGL2 والGLP لهم benefit الGLP زي الدولاجلوتايد وريلا والسيماجلوتايد والSGL2 الكانا جلوزين والإمبا الهارت فيلير البنفيت الSGL2 had benefit on heart failure other are neutral بالنسبة للجليتازونز هم لهم at low dose بايجليتازون at a potential effect benefit on major adverse cardiovascular event, ولكن it's contraindicated heart failure and without the risk of heart failure. As regard the renal affection, decrease the progression of chronic kidney disease, HGL2 inhibitor will GLP receptor agonist. هنبتدي بقى ازاي هناخد يعني لما نيجي نوصف بقى medication لأول مرة patient diabetic. احنا عندنا قلنا different
8 agents or classes of antidiabetic medication هبتدي بمين فيهم ومين هيبقى قبل التاني. الـ ADA كل سنة بتطلع لنا الدايجرام دوت بقى لهم تقريبا سنتين أو ثلاث سنين stable على نفس الـ recommendation. إن أنا عندي الـ patient centered أول حاجة طبعا الـ health lifestyle modification، بعد كده أنا الجول بتاعي إيه في الـ management، هل أنا الـ patient بتاعي عنده cardiorenal risk ولا الجول بتاعي ان انا اكونترول الدايابيتس او الويت مانجمنت. If I need control a cardiovascular risk، لو انا عندي البيشنت بتاعي عنده اثيروسكلروت كارديوفاسكولار ديزيز سواء ستروكس مايكارديال انفاركشن او بريفر ارتيريال ديزيز، او لو انا عندي البيشنت بتاعي ات هاي ريسك زي الايدج اباف 55 هايبرتنسيف سموكر ديسليبيديميك، يبقى انا التشوز بتاعي الجي ال بي او الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر تور انهبيتور، ممكن ابتدي بواحد فيهم. اف الهيموجلوبين اي 1 سي اباف التارجت اي ويل اد ذا اذر ايجنت، اف الهيموجلوبين اي 1 سي اباف التارجت اي كان اد اون اذر كلاسز اند دايابيتيك. طيب لو البيشنت بتاعي هارت فيلير الفيرست لاين فيه هو الاتش جي ال 2 انهبيتورز، واف الاي 1 سي اباف تارجت اي كان اد اون اذر ايجنت. البيشنت with chronic kidney disease يعني defined as estimated GFR less than 60 أو albuminuria albumin creatinine ratio above 30 الفيرست لاين عندي الGL2 inhibitor ويكون البيشنت already on maximum tolerated dose of ACE أو ARBs to control albuminuria. If contraindicated GL2 I can add GLP أو I can add GLP if hemoglobin A1C is uncontrolled. طيب لو انا الجول بتاعي ان انا جلايسيميك كنترول ما عنديش اذر ريسك فاكتورز البيشنت بتاعي، فانا ممكن ابتدي بميتفورمين وسبيشالي ان كومبينيشن وذ اذر ايجنتس. فلما نيجي نحب نقارن ما بين الديفرنت ايجنتس از ريجارد الافيكاسي، الفيري هاي افيكاسي الدولاجلوتايد والسيماجلوتايد والتريزيباتايد والانسولين والكومبينيشن اورال والكومبينيشن انجكتبلز، والهاي افيكاسي الجي ال بي نوت ليستد اباف ميتفورمين والاتش جي ال 2 والسلفونير وليا والليتازونز والانترميديت افيكاسي ال دي دي بي 4. اف ماي تارجت از ويت مانجمنت طبعا افتر لايف ستايل ممكن ميديكال نيوتريشن ممكن برياتريك سيرجري والايجنتس بتاعتي از ريجارد الويت لوس الفيري هاي افيكاسي السيماجلوتايد والترزيباتايد والهاي الدولاجلوتايد والليراجلوتايد والانترميديت الجي ال بي نوت ليستد اباف والاتش جي ال 2 انهبيتور ونيوترال الدي دي بي 4 والميتفورمين. يعني الدي دي بي 4 والميتفورمين هم بيعتبروهم ان هم ليهم نيوترال افكت على الويت مانجمنت. لو الهيموجلوبين اي 1 سي اباف التارجت لو انا ما بداتش لسه انجكتبل جي ال بي اي كان اد ات اف ماي بيشنت اوريدي اون جي ال بي ريسبتور اجونست سو اي ويل اد انسولين. Early introduction of insulin, better than to use more than 4 or 5 classes of antidiabetic medication. Other indication of insulin, and now I call the patient complaining of catabolism, weight loss. Side patients بيبدأوا بمتفورمين وديدي بيفور وبيجوا بعد كده يشتكوا ان هو في severe weight loss وبيبقى يعني متضايقين من حاجة زي دي فممكن ادخل لهم insulin. لما نيجي نبتدي الانسولين ممكن ابدأ basal insulin with oral. البيزل انسولين هيبقى تقريبا 10% اوف بودي ويت. كارديوفاسكولار ديزيز اند ريسك مانجمنت ان دايابيتس مانجمنت الهايبرتنشن ان دايابيتيك بيشنز دايابيتس اند هايبرتنشن. هايبرتنشن يعني ديفايند از بيرسيستنت اليفيتد بلاد بريشر اباف 130 اوفر 80 ان دايابيتيك بيشنت. اوكي والتريتمنت تارجت بتاعي ان هو تو بي ليس ذان 130 اوفر 80. الايس والاربس هما الفيرست لاين انتي هايبرتنسيف ميديكيشن ان بيشنت ويز دايابيتس اند كرونري ارت ديزيز او دايابيتس اند البومينوريا البوم كريت ريشيو اباف 300 ده كلاس اي ريكومنديشن او من 30 تو 299 كلاس بي ريكومنديشن. If I start ACE inhibitor or ARBs or diuretic, I should follow up serum creatinine with estimated GFR with serum potassium within 7 to 14 days and then after initiation of therapy and at least annually. فأنا لما أجي أعالج diabetic patient with hypertension الفلوت شارت ديت بيسهل الموضوع. أنا عندي 3 different agents الACE والARBs أو الكالسيوم شانل بلوكر أو الدايوريتيك.
طيب هبدأ بمين فيهم ومين superior على التانية بناء على البيشنت بتاعي risk management بتاعه. Initially لو أنا blood pressure above 130 over 80 ولكن أقل من 160 over 100 I will start with a single agent. If blood pressure above 160 over 80 I will start with dual agent. If my patient had albuminuria or coronary artery disease, so ACE or ARBs must be included in my medication. If not, I can choose one of the three of them. Okay, then I will assess the blood pressure with adverse effect. If patient controlled, okay, continue same medication. If patient not controlled, blood pressure not controlled, or complaining of adverse effects, I can shift in between different three of them. If blood pressure is above target, I can add mineralocorticoid receptor antagonist or refer to expertise in management of blood pressure. طيب لو البيشنت بتاعي diabetic وعنده chronic kidney disease وعلى maximum tolerated dose of ACE أو ARBs وستيل لسه في الالبومينوريا not controlled, I can add الفينيرينون ده non-steroidal selective receptor mineralocorticoid receptor antagonist. In patient with pericardial infarction, beta blocker better to be continued for 3 years after the event. Patients with heart failure with reduced ejection fraction should include in his medication beta blocker with proven cardiovascular outcome benefit. In patient type 2 with stable heart failure, I can use metformin. في بعض الناس بتقول ان المتفورمين خلاص ما استخدمش في عين heart failure. لا, لو البيشنت stable heart failure compensated, I can use metformin as long as estimated GFR above 30. If a patient become unstable or hospitalized due to heart failure, metformin should be discontinued. The use of aspirin antiplatelet, aspirin for secondary prevention strategy in diabetes with history of atherosclerotic cardiovascular disease, the class A recommendation. If I had documented aspirin allergy, I can add clopidogrel. Combination of aspirin with low-dose rivaroxaban, doubt in patient with stable coronary or peripheral artery disease and low bleeding risk. لكن لو في عندي high bleeding risk, not indicated. Lipid management, أول حاجة طبعاً lifestyle, weight loss, و physical activity, ولازم obtain lipid profile at initiation of statin therapy, we 2 to 3 months follow up after initiation, then annually. طيب, أنا هستخدم الستاتين إمتى؟ في primary prevention. If my patient aged 40 to 75, without atherosclerotic cardiovascular disease, just his diabetes and age is indicated for moderate intensity statin therapy. طيب لو البيشنت اصغر من كده, ساعات بنلاقي ناس اصغر مثلا 30 سنه وبتاع هبتدي statin. لو عنده atherosclerotic cardiovascular disease risk factor, I can add statin. بس دي class C recommendation. طيب diabetic و age above 40 وعنده high risk of cardiovascular risk, لازم ابدا ان هاي انتنستي ستاتين والتارجت بتاعي ان ال دي ال يكون اقل من 70. طيب لو انا البيشنت بتاعي مش قادر يوصل للتارجت ان هو ينزل اقل من 70 على ماكسيمم توليريتد ستاتين, اي كان اد ازيتاميب او بي سي اس كي 9 انهيبيتور. اف ماي بيشنت انتولرنت تو ستاتين ثيرابي, اي كان شيفت تو بمبيدويك اسيد alternatively. طيب الاستاتين تريتمنت في السكندري بريفنشن. سكندري بريفنشن يعني خلاص البيشنت عنده استابليشد اسكلروت كارديوفاسكولار ايفنت. فور اول ايجز, اني دايابيتيك بيشنت وذ اسكلروت كارديوفاسكولار ديزيز, هاي انتنسيتي ستاتين ان اديشن تو لايف ستايل از انديكيتد. التارجت ال دي ال في الوقت دوت هيبقى اقل من 55 ملغ بير دي سي لتر. اف اي كودنت ريتش التارجت دوت وذ ماكسيمم توليريتد ستاتين, اي ويل اد ازيتاميب او بي سي اس كي 9 انهيبيتور. If my patient intolerant to statin, so I can use the PCSK9 inhibitor with bempedoic acid or PCSK9 inhibitor with inclisiran. If my patient the lipid profile بتاعه فيه hypertriglyceridemia, I can add icosabend aside. It's more effective to add fibrate or niacin. Now statin with fibrate or niacin is not recommended as didn't show improve in cardiovascular outcome. Cardiorenal disease and risk management in diabetes. The diagnosis of chronic kidney disease based on the presence of albuminuria above 30 milligram per deciliter
or is reduced and or reduced estimated GFR. I will confirm, we should confirm albuminuria by 2 to 3 different samples taken within 3 to 6 months period. At any age and at any stage, estimated GFR, degree of albuminuria is associated with risk of cardiovascular chronic disease progression and mortality. التابل اللي على الجنب دوت بيوضح لنا ان انا عندي الستيجز اوف كرونيك كيدني ديزيز اللي احنا عارفينها ستيج 1 و 2 و 3 لغايه 5 تمام وان كورليشن مع الليفل اوف البومونوريا. البومونوريا مور ذان 30 انا كده البيشنت بتاعي داخل في مودريت تو هاي ريسك ومع كل ما الجي اف ار بيقل كل ما كان الريسك اوف كرونيك اوف اند ستيج رينال ديزيز از اليفيتد. طيب السليكشن بقى اوف جلوكوز لورنج ميديكيشن فور بيشنت ويز كرونيك كيدني ديزيز هختار هبدا ادي للعيان دوت ايه؟ احنا الثري مين ايجنتس الميتفورمين والاتش جي ال 2 انهبيتور والجي ال بي ريسبتور. الميتفورمين شود نوت بي انيشيتد اف استيميتد جي اف ار ليس ذان 45 ويتس كونترا اندكيتد ويز جي اف ار ليس ذان 30. يعني لو انا العيان لسه لاول مره هبدا له ميتفورمين لو الاستيميتد جي اف ار اقل من 45 ما ابداش. طيب لو انا لا الاسمين جي في ار اعلى من كده انا ممكن ابدا. طب هوقف امتى؟ هوقف لو الجي اف ار نزل اقل من 30. بالنسبه بقى للاس جي ال 2 انهبيتور يعني it has benefit in minimizing the progression of chronic kidney disease reduction cardiovascular event reduction في hospitalization for heart failure and or albuminuria. عشان كده نزل الاستيميتد جي اف ار كان الاول بنقول 45 دلوقتي الاستيميت جي اف ار تو يوز الاتش جي ال 2 انهبيتور اب داون تو 20 مللتر بير مينيت. ولكن هاويفر الجلايسيميك بينيفيت فور اتش جي ال 2 انهبيتور ار ريديوست ات استيميتد جي اف ار اقل من 45. يعني اقل من 45 انا مش هاخد منه جلايسيميك كنترول لكن انا هاخد منه كنترول على الكرونيك كيدني ديزيز بروجريشن والكارديوفاسكولار. بالنسبة للجي ال بي زي سجست ان هما هاز قولي لنا الكونكلوجن على طول يا دكتوره شيرين عشان الوقت بس عشان يدخل فاضل سلايد. طيب اديها سلايد مش مشكلة. تمام الليراجلوتايد والسيماجلوتايد ليهم بنفيت ان ديكريزنج الكرونيك كيدني ديزيز بروجريشن. نان استرويدال مينيراكورتيكويد ريسبتور انتاجونست كان بي يوزد تو preserve the kidney down to estimate GFR اقل من 25 اكثر من 25 و if في ongoing albuminuria او decrease في الجي اف ار اقل من 30 refer to nephrologist. Thank you. شكرا دكتوره شريهان على المحاضره اللطيفه. وزي ما احنا شايفين الدايابيتس از ا مالتي ديسيبلينري بروبلم فاحنا سمعنا الميديكال مانجمنت وقبل كده الريهابيليتيشن والروماتولوجي والدكتور احمد شعبان ادانا محاضره عن الكلينيكال فارماكولوجي ودلوقتي هنسمع some of the vascular aspects of diabetes عن ال diabetic food wound care من الدكتور شادي محمد مدرس جراحة الأوعية عندنا في عين شمس. تفضل يا شادي. Good afternoon everyone. Sorry about the delay. We will be in hurry. Thank you, chairpersons, Dr. Tarek. Special thank you for our dearest professor, Dr. Tarek. We will talk about diabetic foot ulcer and its care according to our vascular point of view. To know the magnitude of the problem and the importance of our topic, some short facts about diabetes and its complication. Including diabetic foot ulcers is a rapidly growing global health pandemic and a major financial burden on healthcare systems. Diabetes was the seventh leading cause of death in 2010 and the leading cause of foot pathology causing foot ulcerations. And the most non-traumatic amputations are secondly to diabetic foot ulcers. One in four diabetic patients have a lifetime risk of developing diabetic foot ulcer. Up to 15% of diabetics have active ulcers. And the infection occurs in nearly 50% of ulcers which may require amputation. Ulcer-related complications also are the leading cause of hospitalization in diabetic patients. Recurrence rate of diabetic foot ulcer ranges from 35% at 1 year to 77% at 5 years.
So diabetic foot ulcers are one of the most costly aspects of diabetic care. Also, diabetic foot ulcers are associated with poor quality of life outcome and significant financial burden, both due to patient and to economy, due to direct costs and lost productivity. The reduced mobility, prolonged hospitalization, multiple clinic visits, deteriorating quality of life leads to cardiovascular stress and increased risk of mortality compared with general population. Mortality in diabetic foot ulcer patients approaches 10% with increase to 20% annually if amputation is performed. Diabetic patients who undergo amputation have a median incidence of mortality at 27 months post-operative, nearly 2 years post-operatively, compared with 47 months among non-diabetic patients with amputation. Limb amputations are also predictors of further deterioration in patients' health. In patients who have undergone a major lower limb extremity amputation, 40% will undergo amputation to the contralateral limb within 3 years, and a 5-year relative mortality rate for those patients is 70%. The pathophysiology of diabetic foot ulceration is well understood, but multifactorial and complex. Major risk factors associated with diabetic foot ulcer formation are diabetic peripheral neuropathy and peripheral arterial disease, which act in isolation or concurrently. Other major risk factors include soft tissue infection, biomechanical abnormalities, peripheral edema, plantar callus, and nephropathy, poor glycemic control, age, and prolonged diabetic course. Abnormal foot biomechanics results from structural foot deformities combined with limited joint mobility and bone abnormalities. Trauma also due to poorly fitting footwear also frequently plays a major role in ulcer formation. Heel ulceration combines pressure forces with ischemia, results in difficult management issues. Here a diagram showing diabetes and the progress of the problem until amputation with the classical triad of multifactorial etiology of diabetic foot pathology and examples of diabetic foot ulcerations. Presentation, patient history, a detailed medical and surgical history should be obtained. Previous wounds should be documented. Wound care treatments should be the patient has received should be also documented. History of peripheral neuropathy and arterial disease, bony deformities, as well as vascular, orthopedic, or plastic surgical interventions should also be documented. Physical examination, it includes dermatological, neurological, vascular, and musculoskeletal assessments. Diabetic foot ulcer should also be inspected for the presence of viable tissues, drainage, purulence, odor, and surrounding lysema. Wound dimension, location, and the number of ulcers should carefully be documented. Mixed arteriovenous ulcers should also be suspected with appropriate vascular lab testing. As trial probe testing should be done with the risk of osteomyelitis. Here a schedule showing the essential components of diabetic foot examination, vascular component with beadle pulsation and inspection for hair growth and capillary filling, assessment, neurological for sensory and motor neuropathy by tuning fork test, monofilaments test, and looking for motor atrophy, motor muscle atrophy, dermatological examination, and the musculoskeletal also examination. Here are the sites of diabetic foot ulcers according to the biomechanical abnormalities in the foot. Here examples for multiple diabetic foot ulcers. Diagnosis, laboratory investigation includes fasting blood sugar, glycated hemoglobin level, complete metabolic panel, CBC, ESR, and CRP. Radiological investigation, mainly X-ray, to rule out any bony deformities and infection, CT and MRI. White PCs, scans, SPECT, and PET scan to rule out osteomyelitis and soft tissue infection. Vascular investigations include APPI and toe pressure index, TBI, pulse volume recording, plethysmography, transcutaneous oxygen tension, skin perfusion pressure, duplex CT angio and MR angio.
Here are the non-invasive vascular studies modalities with their interpretation. This picture showing is a classical picture of rocker bottom appearance and the X-ray showing Charcot. Diabetic foot classifications. There are so many classifications for diabetic foot ulceration. The basic one is Wagner classification for the ulcer, staging from grade 0 to 5, from no lesion to extensive gangrene. The University of Texas also showing the classification, same classification with the addition of infection and ischemia component in a primitive manner. Here's the most used nowadays classification, which is Wi-Fi classification, wound, ischemia, foot infection, with components of wound according to Wagner also, from grade 0 to 3, and ischemia by toe pressure and transcutaneous oxygen tension, foot infection according to IDSA classification. Management. The decision to treat diabetic foot ulcer depends on the clinical status of the patient. Severely infected wounds should urgently be admitted in the hospital for surgical management to limit the spread of infection and the tissue destruction, while a stable patient could be managed outpatiently. Outpatient care consists of local wound care and the coordination of appropriate diagnostic testing and consultation, serial wound clinic visits for dressing. Choosing a topical dressing is based on wound etiology, availability, and the cost, with ideal dressing should control infection and inflammation, provide moisture balance and pressure relief. Infected diabetic foot ulcers also should be treated with culture-directed antibiotics. First of all, wound debridement. The purpose of debriding a diabetic foot ulcer is to alter the environment of the wound and to promote wound healing by removing abnormal tissue such as hyperkeratotic epidermis and the necrotic dermal tissue, foreign debris and bacteria. Debridement also converts the stagnant wound into an active wound, active healing wound, by releasing platelet growth factor, inhibiting proteinases, and limiting the action of bacterial biofilm. Different modalities for debridement include sharp surgical, enzymatic, autolytic, mechanical, intraoperative with ultrasonic, and hydrosurgical devices. Because majority of patients are neuropathic, so aggressive debridement could carry out with minimal discomfort to the patient. While the patient is anoxious or with extensive debridement, local anesthetic block or sedation in operative room may be helpful. Sharp bedside debridement may be suitable for small wounds, but larger wounds may often require repetitive operative debridement sessions. Exposed bone should be debrided with bone culture should be obtained. The bacteria most likely to be involved in diabetic osteomyelitis are skin organisms, frequently Staph aureus. Here's an example of a picture showing a surgical debridement of the wound and the biofilm which should be removed with debridement. Wound care and dressing. Healing of acute wounds normally proceed with phases, hemostasis, inflammation, proliferation, and remodeling. Selection of wound dressing should be based on wound characteristics, including location, inflammation, and the amount of exudate. Moisture balance is important, and the dressing should maintain a moist environment necessary to tissue growth and epithelial migration. Excess fluid should be wiped away from the ulcer and skin surface. Multiple agents with theoretical healing benefits have been added to wound dressing, including collagen, zinc, enzymes, copper, honey, avocado oil. Diabetic foot wounds with little exudative drainage are typically treated with hydrogels, while more heavily draining wounds are better treated with alginate or hydrofibers with greater moisture removal capabilities. Vast of dressings containing antimicrobial agent has been developed. A balance between a positive antimicrobial effect and the inhibition of normal tissue proliferation and wound healing is required. The long use of iodine-based topical antibiotics in chronic wound healing suppresses fibroblast function, so slow-release dressings containing cadoxamer iodine were developed and are designed to reduce the concentration of iodine, limiting negative effects on wound healing while inhibiting bacterial growth. This schedule showing the different types of dressing, alginates, collagen, composites, foam, gauze, and its characteristics and examples, hydrocolloids, hydrogels, superabsorbents.
Offloading. The foot must be offloaded to minimize pressure on the wound and to prevent ulcers from recurring. The likelihood of healing increases with the effectiveness of offloading and the compliance of the patient. Offloading modalities include post-operative shoes, wedge shoes, healing sandals, braces, boots, and total contact casts. And meta-analysis show greater wound healing efficacy with the use of total contact cast and air removal cast walkers. Multi-layer customized offloading orthoses and fillers at the site of partial foot amputation are also available to stabilize the position of the foot within the shoes. Referral to ortho test or for prescription of footwear and orthoses is recommended to monitor, adjust the devices and replace it regularly for the rest of their life. Here is an example of total contact cast. Four, patient education. It is advisable to educate patients and their families on the nature of the disease to maximize the likelihood of compliance and with medical optimization and wound care. Patients also should recognize the signs and reasons to seek urgent medical attention, such as spreading soft tissue infection or gangrene. Patients and their families should also be educated about preventive foot care and undergo interval foot inspections by physicians. Peripheral arterial disease. Lower extremity arterial disease in diabetic patients is characterized by tibial artery involvement with sparing of the microvascular circulation. Indication for intervention are similar to non-diabetic patients, lifestyle limiting claudication, wrist pain, tissue loss that is associated with non-healing ulcers and gangrene. Lower extremity revascularization could be done by open surgical repair or endovascular interventions. According to Basel trial, post-operative morbidity was higher with surgery, but amputation-free and overall survival were similar in both groups at 1 year. However, at 2 year interval, surgery was associated with a reduced risk of amputation and death. So authors concluded that angioplasty should be used first for patients with a life expectancy of less than 2 years, and bypass is preferred with longer life expectancy patients with a vein, when a vein conduit is available. Here a picture showing angioplasty and surgical bypass repair. Advanced wound treatment modalities. There is an ever-growing list of advanced wound treatment modalities such as bioengineered cultured cell grafts, allografts, collagen xenografts, and amniotic membranes. Vitamin D also showed a significantly greater reduction in wound size. Growth factors like platelet-derived growth factor, intermittent pneumatic compression, biophysical technologies like negative pressure wound therapy in the dressing, and hyperbaric oxygen and the topical oxygen therapy to the wound. This picture showing a capping for hyperbaric oxygen chamber. Amputation. When wound closure is not possible because of the size, extent of the wound, location, or irreversible ischemia, then some variant of foot amputation may be required. Proper choice and optimal performance of amputation, such as partial or complete tray amputation, transmetatarsal, midfoot amputation, are critical components of diabetic foot management. Also, amputations carry a social stigma for the patient, psychological suffering, but it also have an advantage of rapid healing of the wound, shorter hospitalization, lower risk of reinfection or recurrence of the wound, and acceptable functional outcome. After amputation, amputation site is healed, the focus of the treatment should become the prevention of ulcer recurrence at the site of amputation. Patients. If you want to say conclusion at the end. Okay, okay. Last two slides were about the prevention, primary prevention. Okay. Types of amputation, preventive care, primary prevention to prevent diabetic patients from developing a foot ulcer, secondary prevention to prevent the amputation in an active ulcer in the diabetic foot patient with active ulcer, and post-secondary prevention to prevent the recurrence. And here is a diagram of primary, secondary, and post-secondary prevention. Lastly, the multidisciplinary limb preservation programs. This
يعني we should emphasize about the importance of multidisciplinary approach in treatment of diabetic foot ulcer. Successful limb preservation programs requires a coordinated effort of physicians, nurses and health professionals. Multidisciplinary approach should take advantage of a protocol driven care involving a full complement of diagnostic therapeutic modalities. Combine revascularization with soft tissue reconstruction. It also have a benefits to the patient, reduction in the time in assessment and wound healing, and advantages to the physician, including the effectively managing the complex patients and appropriate medical specialties from a help of appropriate medical specialties, and expected increase in patient refer leadership role both regionally and nationally, and has importance also in the clinical research and trials. Certainly, multidisciplinary team has been shown to be highly effective at improving the outcome of limb at risk of amputation by understanding each provider's role so as to streamline care, and with pathway-driven teams, we can improve patient outcomes and reduce costs to the healthcare system. Thank you. Thank you, Dr. Shadi. Now, the orthopedic chair in the dilemma of diabetes, Professor Dr. Amr Farooq, will discuss the dilemma of Charcot arthropathy. السلام عليكم. معلش احنا بقى يعني اخر محاضرة وعايزين نلحق الصلاة ان شاء الله. شكرا. احنا هنتكلم عن الشاركوت ارثروباسي. طبعا احنا سمعنا الريهابليتيشن بتاعه، كان نفسنا بقى نعرف الموضوع الاول وبعدين نعرف الريهابليتيشن، بس احنا كده ايه عملنا العلاج الطبيعي قبل ما نعمل العملية. هنعمل بقى العملية دلوقتي. فاحنا عايزين باختصار كده نعرف يعني ايه شاركوت، نعرف الباثوجينيسيس بتاعه وليه كلاسيفيكيشنز معينة هنتكلم عنها والمانجمنت بتاعنا، ونعرف ايه الفرق بين الشاركوت ارثروباسي والفراكشرز اللي بتحصل في الدايابيتكس بشكل عام. ده الراجل ده اول واحد وصف موضوع الشاركوت، ده نيورولوجيست من فرنسا، والكلام ده كان في ستينيات القرن التسعتاشر، يعني ده مرض قديم وموصوف بقاله كتير. وصفوه على ان هو بروجريسيف ماسكولوسكليتال كونديشن، بيتميز بحاجات معينه، بنلاقي البون حصل فيه ديسلوكيشنز وانستابيليتي وبيتطور بعد كده لباثولوجيكال فراكشرز، السكين بيبقى فيه ألسرز زي ما دكتور شادي طبعا شرح لنا، وفي النهاية الموضوع بينتهي بديفورمتز عنيفة، والفيت المحتوم اللي بنخاف كلنا ان احنا نوصل له في الحالات دي هو الامبيوتيشن. مين هي الجوينتس الموست افكتد؟ هي غالبا الويت بيرنج جوينتس، يعني اكتر حاجة بتتأثر بالشاركوت هي الفوت اند انكل. انما لو في اي حاجات حصل فيها نيوروباثي في حالات رير ممكن نشوف شاركوت في شولدر، شاركوت في حاجه في العيانين اللي هم بيحصل لهم نيوروباثي. ده شكل الديفورمتس اللي بيحصل في الفوت، زي الروكر بوتوم ديفورمتي زي ما قيل قبل كده، ودي الالسرز اللي خدنا عندها طبعا محاضره باستفاضه شديده مع الدكتور شادي. احنا العيادات بتاعتنا ساعات بتبقى متخصصه في الفوت اند انكل، فبنشوف عدد كبير جدا من العيانين اللي بيدخلوا لنا، اب تو 13% من العيانين دول ممكن يكون عندهم شاركوت. وبشكل عام الدايابيتكس عموما في حوالي 2.5% منهم بيصل الى الشاركوت او بيحصل فيه شاركوت. ممكن يبقى باي لاترال، في 10% من الحالات بيبقى باي لاترال. ممكن يخف ويرجع يحصل تاني، يحصل تاني في نفس الجوينت او في جوينت اخر في 5% من الحالات. وده بالنسبة للفوت اند انكل الموست كومن جوينتس افكتد وذ شاركوت، يمكن اكترها الليس فرانك جوينت، يليها الميد فوت جوينتس اللي هو التيرونافيكولر او الكالكينيو كيوبويد، ويمكن الانكل على الرغم ان احنا بنشوفه كتير لكن هو البريفلنس بتاعته less than الليس فرانك او الميد فوت. ايه السبب؟ الراجل الفرنساوي ده لما وصف الشاركوت زمان ما كانش لسه فيه اقتران كبير قوي بين الديابيتس وبين الشاركوت، كان اكتر حاجه السيفلس وهي اللي كانت بتسبب النيوروباثي وبتسبب الشاركوت. بعد كده سنه 36 بقى ظهر ان في اقتران كبير بين الديابيتس وبين الشاركوت، لدرجه ان احنا دلوقتي اي عيان شاركوت السبب الرئيسي بتاعه بيكون هو
الديابيتس. في اسباب تانية، اي سبب يعمل نيوروباثي ممكن يعمل لي شاركوت، زي ايه؟ زي الليبروسي، زي الالكوهوليزم، زي مشاكل نيورولوجيكال، اي حاجة تعمل لي نيوروباثي ممكن تعمل لي شاركوت. ليه بقى؟ ايه الارتباط بين النيورولوجيكال بروبلم والشاركوت؟ في نظريتين، ان يكون في مشكلة نيورولوجيكال معها تروما، معها ماينور تروما، ودي اسمها نيورو تروماتيك ثيوري، او تكون في مشكلة نيورولوجيكال ادت الى مشكلة في الفاسكولار سيستم عملت لي النيورو فاسكولار ثيوري. النيورو تروماتيك ثيوري بتقول ان انا ما عنديش سنسيشن دلوقتي، فما عنديش سنسيشن، بتعرض لماينور تروماز متكررة، فده بيعمل لي جوينت ديستراكشن. النيورو فاسكولار ثيوري بتقول ان اللوس اوف ذا سيمباثيتك سبلاي للفوت مثلا بيؤدي الى ان البلاد فلو للفوت بيزيد، وده بيزود لي الاوستيوبينيا وبيعمل لي الباثولوجيكال فراكشرز. النظريتين موجودين وممكن يكونوا صح. يبقى انا عندي تو بريكويزيتس، لو اجتمعوا مع بعض هيحصل لي شاركوت، النيوروباثي مع الانفلاميشنز، طبعا السيتوكاينز اللي بتيجي للمكان نتيجه الانكريست فاسكولار سبلاي بتؤدي الى اوستيوبينيا، انكريست اوستيوكلاستيك اكتيفيتي، وده بعد كده يؤدي لي الى باثولوجيكال فراكشرز. ممكن نقسمه بكذا طريقه، يا اما نقسمه على حسب الترتيب الزمني، وده الايكن هولز كلاسيفيكيشن اللي احنا بنستخدمه، هو كان الاول 3 ستيجز، وبعد كده في عالم تاني سنه 90 ضاف له ستيج جديده بقى 4 ستيجز. الستيج الاولانيه دي سميناها ستيج 0 زي ما هنقول دلوقتي. وممكن في كلاسيفيكيشنز تانية بتعتمد على اناتوميكال كلاسيفيكيشنز على الجوينتس افكتد. فالكلاسيفيكيشن المهم بالنسبه لنا هو ده، بيقول ان في مرحله لو اكتشفنا العيان فيها يبقى كويس، صعب ان احنا نكتشف العيان فيها، اللي بنسميها الشاركوت ان سايتو او ستيج 0، دي اللي اتضافت سنه 90 على الثري ستيجز الاصليين. المرحله دي العيان بيشتكي فيها من وورمث وسويلنج وإريثيما، وبيبتدي يضل طريقه بقى الى كل التخصصات اللي موجوده معانا دلوقتي واللي مش موجوده معانا. يعني يروح للجنرال سيرج الاول، رجلي سخنه وورمه، يروح للفاسكولار طبعا رجلي سخنه وورمه، وفي الحاله دي الاكس راي بتاعته بتبقى فري، لسه ما ظهرش فيها حاجه، فصعب ان انا اشخص الشاركوت في الستيج دي، الا طبعا الناس اللي عندها خبره ان ده عيان دايابيتك وكان عنده انكنترول دايابيتس او لاك اوف جلايسيميك كنترول لفتره طويله وعنده بريفيرال نيوروباثي، ده ممكن يريز السسبشن بتاعي ان العيان ده داخل في شاركوت. لكن الاكس راي فيها حاجه، لسه الاكس راي في المرحله دي ما فيهاش حاجه. طيب الستيج اللي بعدها اللي هي الستيج اوف فراجمنتيشن، بدا بقى يحصل تاثير في الاكس راي، بدا يحصل لي الشكل اللي مشهور قوي الفراجمنتيشن والسبلكسيشن والديسلوكيشن، مع زياده في الورمث والسويلنج والإريثيما، والتمبريتشر بالذات لازم تقارن ما بين الرجل دي والرجل الايه الثانيه. بعد كده ندخل في الستيج اوف كواليسنس اللي هي ستيج 2، يبقى دي ستيج 1 ودي ستيج 2، اللي هي تبتدي الإريثيما والسويلنج والهوتنس يقل شويه، وشكل الاكس راي يتغير من السيفير فراجمنتيشن الى ان الفراجمنتس تتلم مع بعض، السمول فراجمنتس تتلم مع بعضها في فراجمنتس اكبر شويه، وتبقى دي الكواليسنت ستيج. وبعدين نبتدي في الستيج بتاعت الكونسوليديشن اللي هيحصل فيها نيو بون فورميشن في الاكس راي. لو عايزين ناخد فكره عن شكل الاكس راي في كل مرحله، هنا مفيش اكس راي، الاكس راي نورمال بس في ريدنس وهوتنس بالشكل ده ستيج 0. ستيج اوف فراجمنتيشن او ستيج 1 اللي هي كل حاجه فيها مكسره ومخلوعه من بعضها، تبتدي ستيج اوف كواليسنس تتجمع فيها الفراجمنتس شويه، واخر حاجه الستيج بتاعت الريموديلنج او النيو بون فورميشن. طب السؤال المهم اللي العيان دايما بيساله لنا، العيان الشاركوت ده بيفضل يتابع معانا في العيادات فترات طويله جدا، هو الستيج دي هتخلص امتى؟ امتى رجلي هتخف؟ سؤال ليس له اجابه ومش عارفين اجابته لغايه دلوقتي، ولكن بالتقريب الستيج الاولى اللي هي سيبك من ستيج 0 بقى خلاص، ستيج 1 ممكن توصل اب تو 6 مانس، ودكتوره رنا قالت ان هم 9، ممكن يوصلوا ل 9 فعلا، اللي هو ستيج 1 او الاكيوت ستيج بتاعه الشاركوت. يليها ده بنسميه الاكيوت، يليها الكرونيك ستيج اللي هي تشمل ستيج 2 وستيج 3، ممكن يقعدوا دول لوحدهم سنه. يبقى العيان ممكن يفضل يتابع معايا في العياده من سنه ونص لسنتين،
ونقول له ما تزهقش والموضوع بتاعك ده مش هيخف بسهولة، عشان ما يتعاملش معاه لان انا هاخد الدواء لمدة يومين ثلاثة الاقي رجلي خفت. الكلاسيفيكيشنز التانية اللي بتعتمد على الاناتوميكال كلاسيفيكيشنز اسمها برودسكي كلاسيفيكيشن، اشهر واحد فيهم تايب 1 هو الليس فرانك، تايب 2 هو الميت فوت، تايب 3 ايه هو الانكل، و 3 بي هو الكالكينيس، 4 لو ده بيبقى رير شويه افكتنج مور ذان 1 جوينت ات ذا سيم تايم، و 5 افكتنج الفور فوت. دي كلها اناتوميكال كلاسيفيكيشنز تعتمد على مكان الافكشن. الكلينيكال بريزنتيشن يا اما اكيوت يا اما كرونيك، اكيوت اللي هو ستيج 1 وكرونيك اللي هو ستيج 2 و 3. في الاكيوت العيان رجله ورمه وسخنه وساعات بيحس ببين وساعات لا، لان هو العيان ده اصلا نيوروباثيك، لكن موستلي ايفن ان هو نيوروباثيك او عنده انسنسيت فوت بيبقى حاسس ببين، يقول لك انا رجلي بتاكلني من جوه حتى ايفن لو هو انسنسيت فوت. الاكس راي فايندنج في الستيجز الاولانيه قلناها بيبقى فيها فراجمنتيشن وديسلوكيشنز واوستيوبينيا، ودي المرحله اللي بنتلخبط فيها مع السيلولايتس، بنتلخبط فيها مع الابسس، بنتلخبط فيها مع اي حاجه تانيه. المرحله التانيه بيبقى الورمث والسويلنج قل، والاكس راي يبتدي شكلها يتغير زي ما قلنا. وطبعا في عيانين كتير ممكن يبقوا بريزنتد بالسرز زي ما المحاضره قالت. الكومبليكيشنز باثولوجيكال فراكشرز ديفورميتيز السرز انفكشن او اوستيومالايتس، يعني السر حصلت وحصل اون توب اوف ذيس السر ايه؟ ان حصل اوستيومالايتس. واخيرا طبعا الامبيوتيشن. لازم اخد هيستوري كويس من العيان، هو غالبا بعيان دايابيتك فور لونج تايم سنين طويله وعنده بور جلايسيميك كنترول. لو عيان دايابيتك وطبعا عنده بيريفيرال نيوروباثي وعنده بيريفيرال فاسكولار ديزيز وبدا يحصل له ماسكولوسكليتال مانيفيستيشنز، يبقى ده عيان داخل في شرقت. هعمل له الاكس راي مش هتبان في الاستيج الاولانيه وهتبان في الاستيجز اللي بعد كده. هعمل سي تي هتبين لي الفراجمنتيشن وهتبين لي اذا كان في اكزوستوزس او اوستيوفايتس قربت تخرم الجلد خلاص، يبقى ده امبندنج السر. الام ار اي مهم عشان يشخص لي الشاركوت في الفيري ايرلي ستيج اللي هو الشاركوت انسايت ولسه ما فيش حاجه ظهرت في الاكس راي، اعمل ام ار اي الاقي المنظر ده اللي هو هاي ابتيك او هاي سيجنال في تي 2، ده معناه ان انا قربت ادخل في شاركوت حتى لو لسه ما ظهرش في الاكس راي. الام ار اي مهمه للتفرقه بين الاوستيومايلايتس وبين الشاركوت. ازاي؟ لان دي طبعا كل شويه بقى دي خناقه جامده مستمره مع دكاتره الفاسكولار طبعا، اللي هو لا العيان اوستيومالايتس، لا ده العيان شاركوت، لا اعملوا له امبيوتيشن، لا اعملوا له منتو، الكلام ده يعني ايه يوميا. ف عايز اقول ان في ان الام ار اي في الاوستيومالايتس بيبقى هي وان بون افكتد بنسميها يوني فوكال، والبون دي بيبقى فيها هاي سيجنال. في الشاركوت اللي مش فيه اللي ما فيهوش اوستيومايلايتس بيبقى غالبا ديفيوز ابتيك بنسميه مالتي فوكال سيجنال تشينج في الام ار اي. اللابس طبعا في الاكيوت فيز بيبقى كل الاكيوت فيز رياكتنس عاليه، الوايت بلاد سيلز، الاي اس ار، السي ار بي، والعيان غالبا الهيموجلوبين اي 1 سي طبعا بيبقى عالي لان هو ما بيبقاش كنترولد. والديفرنشال دايجنوزس زي ما قلناه، وده شكل الام ار اي، يا اما سنجل ابتيك في الاوستيومايلايتس يا اما ديفيوز ابتيك في حالات الشاركوت وذاوت اوستيومايلايتس. ده الجوريزم بيلخص الدايجنوزس زي ما قلناه كلينيكالي واكس رايز وام ار اي. هعالج العيان ده ازاي؟ العيان ده هكلاسيفاي وهشخصه بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. دايما في الاكيوت ستيج اللي هم اول 6 شهور الى 9 شهور ممنوع بالنسبه لنا تماما اي سيرجيكال انترفنشن. يعني بخاف المس العيان في الستيج الاكيوت علشان اي حاجه هعملها في العيان في الاكيوت ستيج دي ممكن تسهل بسهوله الوصول الى مرحله الايه؟ الامبيوتيشن. يبقى انا بتجنب اي انترفيرنس في الستيج الاولانيه. في الستيجز الكرونيك اللي هي بتبدا من اول ستيج 2 الاقي درجة الحرارة او الورمث بتاعته قلت، يبقى الفرق بين الرجلين يبتدي يقل، لو اقل من درجتين بين الرجلين يبقى انا كده كويس. بيبتدي الهوتنس يقل، بيبتدي السويلنج يقل، يبقى انا كده بدأت اعدي الاكيوت ستيج وادخل في الكرونيك ستيج. والاكس راي برضو هتساعدني في ان انا افرق بين التو ستيج دول. بداية من الكرونيك ستيج يبقى انا عندي جرأة اكتر شوية ان انا ممكن اعمل عملية. طيب يبقى انا في الاكيوت ستيج
immobilization فقط. الإيموبيلايزيشن بيعتمد مينلي على التوتال كونتاكت كاست زي ما دكتور شادي قال، او بيعتمد على البريسز المخصوصة زي الكراو بريس او الايروكر اللي احنا بنستخدمها عادة. يبقى ده الحاجة الوحيدة المسموح بيها في الاكيوت ستيج مع الميديكال تريتمنت. يعني دي كانت بيبر بتقارن اذا كان انا في التوتال كونتاكت كاست او في الايروكر في الاكيوت ستيج بخلي العيان ستريكتلي نون ويت بيرنج، ولا ممكن يعمل بارشال ويت بيرنج وهو عامل التوتال كونتاكت كاست. الاثنين صح، والبيبر دي في الجي بي جي اس قالت ان البارشال ويت بيرنج مع التوتال كونتاكت كاست از الاود والريزلت بتاعته كويسه. ميديكال تريتمنت حاجات اندر ترايل احنا مش متاكدين اذا كانت شغاله ولا لا، ولسه ما عليهاش اف دي اي ابروفل، زي البيسفوسفونيتس والكالسيتونين اللي ممكن يستخدموا في الاكيوت ستيج لتقليل الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي، ولكن احنا الحقيقه في البراكتيكال لايف بتاعتنا ما بنستخدمهاش لسه هنا. الكرونيك ستيج هبتدي بقى اعمل، لو انا محتاج عمليه اعمل عمليه. هعمل عمليه امتى؟ لو انا شايف ان في اكزوستوزس هتعمل لي امبندنج ألسر اعمل عمليه، وممكن اعمل اكزوستيكتومي. تمام. لو انا عندي انستابل جوينت احاول استابيلايز الجوينت ده عن طريق بعض عمليات الارثروديسيس زي ما هنقول، يبقى اكزوستيكتومي. لو عندي هنا عظمه قربت تخرم الجلد خلاص البلانتر اسبكت، من حقي ان انا في الكرونيك ستيج ان انا اعمل لها اكزوستيكتومي من خلال فيري ليميتد ابروتش. طيب الانكل على الرغم ان احنا قلنا ان هو 10% بس من الجوينتس افكتد في الفوت اند انكل، لكن هو بيبقى مشكله كبيره لان الانستابل انكل هو من اكتر الحاجات اللي احنا بنشوفها، على الرغم من ان هو زي ما قلنا 10% بس من الافكشن بتاع الفوت اند انكل. لو لقيت الانستابل انكل يبقى انا لازم احوله من انستابل الى ستابل. ازاي؟ عندي حاجتين اساسيين، يا اما اعمل له ريتروجريد نيل انتراميدالري نيل، يا اما هستخدم اكسترنال فيكسيتور او اليزاروف. وفي حاجات كتير قوي قارنت ما بين النيل والاليزاروف، وزي الرسائل السيستماتيك ريفيوز كذا رساله ماجستير معموله عندنا، وكانوا الكونكلوجن بتاعهم لصالح النيل. الاليزاروف فقط بيفضل في حالات وجود اللارج ألسرز، بنفضل الاليزاروف على النيلز. طيب لو انا عندي بقى 100 فوت شاركوت ولقيت الدنيا انستابل على الرغم ان انا دخلت في الكرونيك ستيج، من حقي ان انا احاول اعمل ارثوديسز لل 100 فوت جوينتس. وفي عمليه مشهوره عندنا اسمها بيمنج، ان انا بعمل سكرو طويل كده من اول الميتاتارسل لغايه اخرها. الامبيوتيشن ساعات برضو على الرغم من العلاج اللي احنا بنقوله ده، انما ساعات حاله زي الحاله دي كده مثلا خلاص حالات بتنتهي بايه؟ بامبيوتيشن، ما بنقدرش للاسف ان احنا نساعد العيان اكتر من كده. ده الجوريزم بيلخص التريتمنت اللي احنا شرحناه ده. يتبقى ان انا اعرف ان مش كل عيان ديابيتك اتكسر في رجله يبقى شاركوت واخاف ان انا اعمل له عمليه واقول له استنى 9 شهور لغايه ما اعمل لك العمليه. لا، ده عيان عنده كسر عادي. تمام. يبقى لازم ان انا ابتدي امانج الكسر ده. العيان ديابيتك، طب العيان انكنترولد، ماشي، حتى العيان انكنترولد لازم اتعامل معاه واثبته. وفي اسس معينه لتثبيت كسور الانكل في العيانين الديابيتكس، وبرده كان عليها كذا رساله اتعملت عندنا قبل كده، وده الجوريزم احنا حطيناه في احد رسائل الماجستير، هاو تو ديل وذ فراكشرز، خصوصا الفراكشرز اوف ذا انكل ان ديابيتك بيشنتس. ودي يمكن محاضره مهمه قوي اديها لنا دكتور عاطف، ويمكن يديها لنا بقى ان شاء الله في المؤتمر الجاي، اللي هو هاو تو ديل وذ فراكشرز ان ديابيتك بيشنتس بطريقه تمنع تطور الفراكتشر ده، ان العيان يدخل بعد كده في ايه؟ في شاركوت. التيك هوم مسج بتاعتنا ان الشاركوت ارثروباسي ده ديستركتيف جوينت ديس اوردر، والتريتمنت محتاج ثرا جلايسيميك كنترول، وهاو تو ديفرنشيت بتوين شاركوت اند دايبيتيك انكل انفراكشرز، وامبيوتيشنز از ريزيرفد اونلي فور فيلد مانجمنت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا دكتور عمر، محاضرة جميلة الحقيقة. هو بس على الأسف احنا طبعا مزنوقين جدا في الوقت، فما فيش مجال قوي للدسكشن. بنشكركم جميعا على حضوركم، وإن شاء الله نلتقي في مؤتمر السنة الجاية. شكرا.